تتميز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية بقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين بخطوات بسيطة، ومنها طلب إصدار شهادة شطب لسفينة تجارية وطنية. يمكنك الوصول لهذه الخدمة عن طريق التطبيق الذكي (MOEI) أو عن طريق زيارة موقع الوزارة. قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو عن طريق الهوية الرقمية للحصول على مميزات أكثر. اختر دليل الخدمات من الصفحة الرئيسية، ثم خدمات النقل البحري ومنها اختر خدمات السفن التجارية. لتصل للخدمة المطلوبة، ثم اضغط على زر ابدأ. قم بتعبئة بيانات الطلب. ثم قم بتحميل المرفقات المطلوبة واضغط على (إرسال الطلب) لاستكمال الخدمة. لتفادي التأخير وضمان السرعة في إنجاز المعاملة، تأكد من صحة ودقة بياناتك المدخلة في الاستمارة الإلكترونية عند اعتماد الطلب من الوزارة سيصلك بريد الكتروني لدفع الرسوم عبر الخدمه الالكترونيه كما يمكنك الاطلاع على جميع التقارير والشهادات وايصالات الدفع وتحميلها عبر لوحه التحكم خاصتك